تجيش غير في نهايه الحدث. اي خدمه نص شايف يا خايف يا يهود. ايش محمد عاد هو كان في عمره لا اله الا الله. سلفي انت ليه مش مشارك في هذه المسيره السلفيه؟ لا ان شاء الله انا من شرف ليا ان انا اشارك فيها يعني. شرف ليك ولا انت ضد هذا التسلق ولا هم السلفيين ولا هم السلفيين هم سلفيين غير حضرتك؟ اسلاميه رغم انف العلمانيه. طيب بغض النظر اسلامي وسيظل اسلامي وهموت ان شاء الله وانا مسلم. سيدنا ابراهيم كان مسلما ويعني ابو الانبياء كان مسلما وكلنا مسلمون ومصر فعلا دولة إسلامية، ولكن يعني لماذا لم تشارك في هذه الفعالية الذي يقودها السلفيين؟ هل إنهم لم يظهروا إلا بعد صلاة الفجر؟ لا صح. لماذا لم يتواجدوا زي الأخ شمس ما متواجد في ظل الأحداث والضرب وكل الاحتكاكات والانتهاكات؟ الشباب اللي عدت دلوقتي والشباب اللي كانت في المقدمة دول كانوا مشاركين من امبارح موجودين هنا ماشي، بس كان فيهم بعض الشباب اللي كانوا بيكتبوا العلم الكبير دهوت وعبال ما وصلوا يعني. بس عبال ما وصلوا بالجلاليب المكوية؟ لا 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 خالص خالص. انت شفت واحد بس لابس جلابية مكوية يبقى كلهم بجلاليب مكوية حضرتك؟ لا لا خالص. انا الشباب دي كانت معايا امبارح وكانوا واقفين معايا وكانوا بيصلوا معايا امبارح الفجر هنا. انا بحيي فيك وطني. يا عم بص انسى اصلا، بس الشباب عارفيني اصلا.